وافق مجلس الوزراء الأوكراني على خطة استراتيجية مكافحة الفساد حتى العام 2020. مشروع القانون المتعلق بهذه الاستراتيجية تم تطويره من قبل الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد، التي أشار رئيسها ألكسندر مانغول في اجتماع الحكومة إلى أن الوثيقة تنص على تدابير لمنع الرشوة في مؤسسات وهيئات السلطة بما في ذلك البرلمان. هناك مجموعة هامة من القضايا المتعلقة بمحاربة الفساد في الهيئات الرسمية، أعني أولا وقبل كل شيء البرلمان الأوكراني لضمان الشفافية في عمل أنشطته، بما في ذلك إلغاء الحصانة عن النواب، وأيضا التسوية التشريعية للمسائل مثل ما يسمى اللوبي.